إنها الخامسة صباحا، لقد وصل طاقم مركب الرئيس نسيم بالكامل استعدادا لبدء يوم جديد من العمل. ورغم برودة الجو الشديد في هذا الوقت من السنة، لأن هذا لم يمنع أي منهم من المجيء، فمهنة الصيد لا تعرف الراحة، حيث يعيش كل من يعمل على رزق يومه من اليد إلى الفم. المسافة من المرفأ حتى المكان الذي اختاره الرئيس نسيم للصيد لا تتعدى الكيلومترات الست، ولكن الرحلة تستغرق أكثر من 90 دقيقة. يستغل طاقم المركب تلك المدة في أداء صلاة الفجر ثم تناول وجبة الإفطار، حيث لا يتسع الوقت قبل النزول من المنزل لأداء أي منها. أيوة أنا صياد من المطرية، بصطاد سمك والصدغية والرزق عايز الخفية. أيوة أنا صياد من المطرية، بصطاد سمك والصدغية أسرح وغزل على كتافي، والرزق طبعا شي خافي، ومادام ضميري يكون صافي المولى يفرجها عليا، اسعى لرزق الفجريه، اسعى لرزق الفجريه، والصبر احسن شيء ليا. ايوه انا صياد من المطريه، بصطاد سمك والصدغيه، بعد رحلة استغرقت أكثر من 90 دقيقة، وصل طاقم المركب إلى تلك المنطقة التي اعتادوا على الصيد منها مؤخرا. ونظرا للأوضاع التي مرت على مدار عقود كثيرة مضت، أصبحت حتى مياه البحيرة تدار بوضع اليد، فيكاد يكون كل شبر من مياه البحيرة مملوك حتى الآن بوضع اليد لأفراد يقاسمون الصيادين أرزاقهم، مستخدمين كل وسائل الترويع لمن لا يتبع التعليمات. فكل مركب صيد عليها أن تدفع بقوة السلاح ما يشبه الجزية يوميا لمن تملك غصبا منطقة صيدها، وهو ما يجعل الصيادين العزل يرضخون لتلك التعليمات صاغرين. اي مكان بنشتغل فيه بندفع إتاوة، رغم ان هي بحيرة طبيعية، الا اننا في اخر اليوم بندفع في ناس وضع يد على البحيرة بلطجية، اقل حاجة خالص بياخد تلت الانتاج، ده إتاوة. ان ما كنتش ادفع كده انا او غيره او اي حد ما بشتغلش، فده حاجة غصب عنه لان هو وضع يده بالسلاح. واي انسان زي ما بقولك لو ما كنتش انا بشتغل مش هدفع، غيره هيدفع. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، يا فتاح يا عليم، يا عليم يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا عليم ربك كريم، يا فتاح يا عليم، يا عالم بكل علوم، يا فتاح يا عليم، يا سامع دعاء المظلوم، يا فتاح يا عليم، لا تجعل في حضرتنا، يا فتاح يا عليم، شقيا ولا محروم، يا فتاح يا عليم، يا
يا رجا كل الرجا يا فتاح يا عليم يا عليم المرتجى يا فتاح يا عليم عبدك الفاني الفقير يا فتاح يا عليم طالب. احنا مجموعة يعني ممكن بسبع افراد بستة افراد لعشر افراد اللي في مجموعة ملهاش عدد معين بنشتغل، والمجموعة دي مش ثابتة، لان لو جه يوم مثلا الصياد ما لقاش سمك بيسيب المجموعة وبروح يشوف مركب تاني، والمجموعة دي طبعا لها قائد بيدير العملية كلها. يا فتاح يا عليم يا عليم اعلم بحالي يا فتاح يا عليم واغني عنه وعن سؤالي يا فتاح يا عليم. بدءا من السابعة صباحا تبدأ المراكب الكبيرة ذات المحركات التي تتحرك بانتظام ما بين مدينتي المطرية وبورسعيد في التحرك، وهي تعد وسيلة النقل الأولى للمسافرين بين المدينتين، كما أنها الوسيلة الوحيدة لكل مركب صيد صغيرة لتصل إلى الأماكن التي اختارتها، حيث يقوم المركب بقطر كل المراكب الصغيرة خلفه مقابل جنيهات قليلة في رحلة تستغرق أكثر من ساعتين كل يوم. مجرد ما بنروح مكان الشغل بنلبس البدل الغطس وبننزل نشتغل. احنا بنشتغل شغلتنا اسمها الطارة، نشتغل ورد النيل. ورد النيل دوت بيبقى تحت السمك، بناخد احنا السمك من تحت ورد النيل ده، من ضمن انواع صيد كتيرة. وسيلة الصيد الأساسية في بحيرة المنزلة لا تعتمد على أي معدات خاصة، فنظرا لضحالة المياه وانتشار ورود النيل من جانب وكثافة الأسماك من الجانب الآخر، كل هذا ساهم في أن تكون الغالبية العظمى من طرق الصيد تعتمد على إحاطة مساحة واسعة من ورد النيل بشباك تلامس أرض البحيرة، يقوم بفردها طاقم العمل بالنزول في تلك المياه الباردة، بالإضافة إلى التعرض للعديد من الأمراض نتيجة صرف مخلفات سكان الجزر في المياه، وما يتبعه من انتشار الكثير من الحشرات ناقلة الأوبئة. يستغل الصيادين أصحاب القوارب الصغيرة الرحلة في تناول وجبة الإفطار، فالرحلة طويلة جدا، لذا يحاول الجميع أن يقطعوا رتابة الرحلة اليومية بأي وسيلة تتوافر لهم.
وصبحني قصدين الله على بابك يا كريم يا الله. وصبحني قصدين الله على بابك يا كريم يا الله. على باب من فتح أبوابه على باب من فتح أبوابه ولا حلا ولا قوة إلا حسنين يا أولاد النبي حسنين يا أولاد النبي ودي حقه وانظر النبي وانظره ونشاهد نوره وانظره ونشاهد نوره والورد الوردي فتح للنبي عمي يا شيخ العرب يا سيد عمي يا شيخ العرب يا سيد والله تجمعني على محبوبي والله تجمعني على محبوبي. عارف محمد رغان عمره هنا في من ساعة ما اتولدت وانا في البحر احتلال في البحر الوقت بتاع 20 سنة من ساعة ما الثورة اجت الوقت المناصر بتمشي لو قابلت لو انا كنت بسرح بالليل انا وعيل صغير زي دي ما اقدرش لا مؤاخذة اجازف بعيل زي دوت يجي عليا منصر لا مؤاخذة يخاطر بعيل انا عن نفسي مثلا مش كال الراجل الكبير مش اخاف من حاجة مثلا ابقى خايف برضه بس مش خايف على نفسي زي ما اخاف على العيل اللي معايا. الزراعات دي عشان مفيش ميه حادقه الميه الحادقه مفيش ميه حادقه بتيجي البحر بقالها كذا سنه ما بتجيش انما هي لو الميه الحادقه بتيجي ما بتخليش لمغزى الزراعات دي تطلع خالص الزراعات دي كلها بتروح على طول الميه الحادقه بتروح اكلها. ثلاث ارباع الناس من هنا من بلدنا هنا الوقت اللي راح ليبيا على ما فيها الحرب وبروح يهاجروا في الدوشه دي لا مش عايزين يجيبوا لهم عيش لعيالهم. الناس دلوقتي بتتطفش واحده بواحده واللي ملك الوقت المزرعه والسد والبشنين طب ما هو دوت برضه هيجي له يوم البحر ميته هتجف. عرفة يتبع نموذج ثالث من طرق الصيد مستخدما قاربه ذو المجدفين بمساعدة ابنه ذو 11 عاما وهو الأقرب لطرق الصيد المتبعة في المناطق الأخرى من خلال شبكة صيد صغيرة يقوم عرفة بإلقائها بينما يقوم محمد بقيادة القارب رغم الضعف الجسماني الواضح لأن ما يكتسبه عرفة لا يسمح بوجود مساعد يحصل على أي عائد مادي. لقد بدأت القوارب الصغيرة في الانسلاخ عن المركب الكبير بالتدريج لتبدأ في الاستقرار في الأماكن التي حددتها للصيد وهي بالطبع
ستضطر إلى دفع الجزية المقررة كباقي الصيادين رغم ضعف إمكانيات القارب، وهو ما سينتج عنه بالتأكيد قلة الحصيلة. لكن هذا لن يعفيهم من مشاركة وضع اليد أو الحصول على الجزية المقررة. تضاءلت بشكل كبير أنواع وكميات الأسماك نتيجة كثافة ورد النيل وغلق البواغيز التي كانت تصل البحيرة بالبحر المتوسط، مما أثر وبشكل كبير على نوعيات الأسماك التي تضاءلت لأربع أو خمس أنواع على أحسن تقدير. يتقاسم طاقم الصيد العمل فلا وقت للراحة، فقبل غروب الشمس يجب أن يكون الجميع قد عادوا للمنزل، فالبحيرة تصبح وكرا للخارجين عن القانون مساء، وهم يقومون بعملهم في إرهاب الصيادين ليلا تحت إدارة وتمويل العديد من المسيطرين على مياه البحيرة، وهو ما حرم الصيادين من أنواع من الأسماك لا يتم صيدها إلا ليلا. ضل العصار مال، ضل العصار مال، ضل العصار مال، ضل العصار مال، مال عليا وعلى البنا، ضل العصار مال، اللي ما بينا وعلي، ضل العصار مال، ضل العصار مال، ضل العصار مال، الأصل أنا كنت صياد، ضل العصار مال، ويجي الملاح اصطادوني، ضل العصار مال، لا هو بشبك ولا بصنار، ضل العصار مال، إلا بسود العيوني، ضل العصار مال، ضل العصار مال، ضل العصار مال، يا عم سود العيوني، ضل العصار مال، راحهم ولا ودعوني، ضل العصار مال. سوق مدينة المطرية هو الوسيلة الوحيدة لتسويق ما تم صيده، ولكل صياد أو مركب صيد تاجر محدد يتعامل معه ولا يتعامل مع غيره، ونظراً لضعف الحصيلة نتيجة التعديات أو انتشار ورد النيل تضاءلت أعداد أنواع الأسماك في البحيرة بصورة كبيرة، مما أجبر التجار على استيراد الكثير من أنواع الأسماك الأخرى سواء من داخل مصر أو خارجها. المطرية فيها تجار كتير، كل واحد بتعامل مع تاجر معين، بحيث التاجر دوت لو احتجت فلوس باخد منه فلوس، ان انا احتجت اجيب اصلح المركب او اجيب شبك او اجيب اي حاجة وما معيش فلوس، فالتاجر ده بيمدني في الفلوس مقابل ان انا ببيع له، ومقابل ببيع له برضه اقل من اي حد. يا جمال ويا ناس هيجنني،
سيدين شباب البطرية هايل يا شباب سيدو سدار هايل يا شباب سيدو سدار هايل يا شباب هايل يا شباب اضطر الكثير من أبناء المطرية إلى هجر مهنة الصيد نتيجة التعديات والاتجاه إلى بناء السفن السياحية الكبيرة حتى أصبحت مدينة المطرية واحدة من أهم أسواق تصنيع السفن السياحية في مصر فشعب المطرية لا يعرف البطالة فالكل يبحث عن لقمة العيش وعندما بدأت مهنة الصيد في الانحصار التدريجي بدأ البعض في الهجرة إلى كلا من إيطاليا واليونان ومؤخرا ليبيا بينما اتجه الآخرون إلى صناعة السفن حتى أصبح الكثيرون ممن يعملون في هذا المجال يتجهون إلى المطرية بحثا عن فرصة عمل هناك أنا عبد السلام الحريري نجار بعمل نجار مراكب تمام مراكب سياحة زي كده مراكب صيد انما اغلبيه شغلنا احنا بالنسبه نشغل في الغردقه وفي السفاجه وفي الشرم في طور اغلبيه شغلي اكتر في السياحه احنا بنبقى شغالين مثلا في الغردقه في السفاجه بنتعامل مع ناس هناك تمام بيطلب مننا شغل بنفضل ان احنا نعمله في البلد هنا احنا ما بنحتاجش مهندسين بيبقى معانا صناعيه بس شغالين جزء المكن والكلام ده بيبقى فيه صناعيه برضه زينا متخصصين في المكن وفي العفش وفي الكلام ده بيجوا برضه يقفلوا شغلهم وانا معاهم احنا بقالنا سنين بنحاول ان احنا يعني نعمل اي شيء للصياد نحن نسترد اي حق من حقوق الصياد لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بناس اوحوا لينا بفكره النقابه لان فكره النقابه ديت تدافع عن حق الصياد تسترد ولو جزء من حقوقه ففعلا كانت فكره جميله وبدانا بيها والصيادين تكاتفوا مع بعض وبدانا وعملنا جمعيه تاسيسيه نقابه الصيادين وعملنا اجتماع لجمعيه عموميه الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وده شرف ليا ان انا اكون اول نقيب للصيادين في بحيره المنزله عادل محمد محمد سلامه الحريق طارق محمد زكي محمد موسى ابراهيم عبد كامل صبح الشوق لقد قرر الرئيس نسيم ان يشكل اول نقابه للصيادين في مصر وبالفعل وبعد خوض الكثير من المعارك نجح الرئيس نسيم في تشكيل اول نقابه للصيادين بمدينه المطريه وتم تسجيلها وإشهارها آملاً في أن ينجح في الحصول على الكثير من الحقوق للصيادين ومهنة الصيد بشكل عام وما زال يأمل في أن تتعدد النقابات الفرعية في كل أنحاء الجمهورية لتضمهم نقابة أم على مستوى الدولة كما تم اختياره ليكون أول نقيب للصيادين في التاريخ الصياد بيواجه أمراض كتيرة ما بيلقاش مكان يتعالج فيه اتمنى نعمل له تأمين صحي بحيث يلقى علاج مجاني يلقى حد يرعاه فنفسنا برضو نتمنى يعني وده من خططي واللي اتمناه من ربنا سبحانه وتعالى اننا احنا نهيئ له برضو معاش يساعده على في حياته فاحنا طبعا بنبدأ بالدعم في اشتراكات شهرية الوقت بنبدأ باشتراكات شهرية زائد في فلوس كتيرة بتطلع من الصيادين بتخش الخزينة المحافظة فاحنا نتمنى ان احنا ندور على حقه ونسترد ولو جزء بسيط من حق الصياد على الرغم من كل المشكلات والضغوط التي يعيشها الرئيس نسيم
لأنه ما زال يحلم بحياة أفضل لأبنائه، وها هو يعيش لحظة العمر بزواج ابنته التي حصلت على قدر كبير من التعليم من رأفة أحد أفراد طاقم مركبه، وهو في هذا اليوم ينهي مرحلة هامة من حياته، فلقد أنهى دوره فيما يخص ابنته تاركا إياها لتبدأ حياة جديدة محملة بطموحات في حياة أفضل، ليواصل هو الرسالة مع ابنه الأصغر محمود، لكن مع مزيد من التفرغ للنقابة ومشكلات الصيادين، آملا في أن تحصل الأجيال الجديدة من الصيادين على حقوق لم تتوافر لأبناء جيله، حتى يحيا أبناؤه حياة كريمة، وربما ينجح أيضا في حربه ضد مستوطنات البحيرة، ليبقى الرئيس نسيم علامة فارقة في تاريخ مدينة المطرية. يا ريس في كفال البر، اوعك تقايس يا ريس ولا تنغر، البحر طابعه قاسي يا مازال حر، البحر طابعه قاسي يا مازال حر، حب الرياسة عكاسة وقالوها ناسي.